انا في النادي الشاطئي، النادي الشاطئي اللي في مرسى مطروح. اهو انا كده نازله على السلالم، في هنا بسين في النص بس شكله يعني كويس مش بطال. اوكي، وبعدين في على السلالم على النزول كده في انوار مخفيه، وفي هنا حاطين انوار في الحجاره، تمام. وفي كمان هنا في الاماكن الفاضيه في انوار، وفي في النص نافوره بس مش عارفه موقفينها ليه، ومكتوب عليه بيتش كانتين. اوكي، وبعدين في الكراسي والاماكن اللي احنا بنقعد فيها. اوكي، مكان جميل وانا متعوده دايما اجي فيه، شكله حلو مش بطال، جميل وهادي، واهم حاجه ان الجو فيه رائع جدا.